مين على حضراتكم مشاهدينا الكرام، يوم جديد وحلقة جديدة بنبتديها بكل الطاقة الإيجابية مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة ليلة النصف من شعبان المباركة النهاردة بإذن الله، بداية من مغرب اليوم، وده اللي بالفعل أكدته دار الإفتاء المصرية إن هي هتبتدي من مغرب اليوم إن شاء الله وتستمر حتى فجر الغد الجمعة الموافق 15 شعبان الموافق 18 مارس من العام 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين، نفحات ونسمات الشهر الكريم بتهل علينا خلاص، يعني احنا في العد التنازلي قبل شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، هنتكلم في كل هذه الأمور، هنتكلم كمان وزي ما احنا يمكن تابعتوا معانا منذ لحظات فقراتنا المتنوعة النهاردة، هنقول ان احنا عندنا من خلال فن الإنشاد يوم روحاني بامتياز، فقرة روحانية بامتياز هتكون موجودة معانا النهاردة، انتظروها. اعتقد ان هي هتكون مميزة لان هي كمان هيبقى فيها طابع المرأة، لانه كتير قوي بنشوف منشدين يعني ومبتهلين من الرجال، لكن نادرا ما بنلاقيهم من خلال او بيقدم هذا الفن من خلال المرأة. هنشوف النهاردة وضيوفنا النهاردة منشدات مميزات، هنتابع هذا الامر وهنستمتع ايضا بهذه الليلة المباركة مع حضراتكم ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب يعود باقي الخير والنماء على بلدنا الحبيبة وعلى الأمة الإسلامية والعربية، ويعود عليكم دايما الأيام بخير. هبتدي معاكم يعني فقراتنا وحلقتنا زي كل يوم بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الجوية. النهاردة صقيع زي اليومين ثلاثة اللي فاتت، على مدار أسبوع احنا حاسين بأنه البرد شديد شوية، وكنا متابعين أنه على مدار الأسبوع ده كله لحد يمكن النهاردة أو بكرة الدنيا هتبقى ساعة شويتين، وده بالفعل احنا لقيناه سواء بقى في درجة الحرارة العظمى أو في درجة الحرارة الصغرى. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه بيشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بيسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اليوم هيشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وزي ما انتم شايفين معانا كده يمكن يعني دي لقطات أرشيفية بالنسبة لنا، ولكن هي مثال حي للشبورة اللي ممكن النهاردة على الطرق الزراعية والصحراوية السريعة ممكن تلاقوها. لما الشمس ابتدت تطلع شوية الشبورة دي اتكسرت، فالدنيا دلوقتي خلاص الموضوع بقى هايل جدا، ودرجات الحرارة ابتدت كمان مع وجود الشمس ابتدت تدفي شوية عن الصباح الباكر، وامبارح بالليل لان هي كانت فعلا الدنيا ساقعه بطريقه يعني غير طبيعيه، يعني من ابرد الليالي كانت فعلا ليله الامس، ومش عايزه اقول ان هي مقارنه بالايام اللي فاتت كانت يمكن هي الاكثر صقيعا، لكن الفتره اللي احنا بنشوفها دي هي فتره تقلبات جويه، وده بالفعل اللي بياكدوه خبراء الارصاد وبيحذروا كمان، مش كمان من الفتره اللي احنا فيها، لا كمان الفتره اللي جايه اللي هي هتشهد بقى انطلاقه الربيع، لان بيبقى فيها بقى نشاط الرياح، وبيشهد بقى فصل الربيع في حد ذاته، بيشهد موضوع الخمسين، رياح الخمسين بتكون موجودة فيها باستمرار. فنخلي بالنا يا جماعة من التقلبات الجوية في هذه الفترة، والناس اللي بتخفف هدومها برضو، يعني عايز أقول لكم يعني البرازيل مثلا امبارح بتتكلم على وجود دلتا كرون ابتدت تظهر عندها، هذا المتحور المندمج المزدوج ما بين الدلتا ومتحورات أخرى من الكورونا، بنتكلم بقى في الأوميكرون والدلتا لما يتحدوا سويا، فهنا بقى هي المتحورات الجديدة والخوف من الخبراء منها دايما. فعشان كده بنقول نخلي بالنا يا جماعة، نحافظ قدر المستطاع على درجة حرارة جسمنا، ما نخففش زيادة عن اللزوم، ما ننخدعش في درجات الحرارة اللي ربما تكون مطمئنه بعض الشيء خاصه في فتره الظهيره، فان شاء الله ربنا يسلم الجميع ويحفظنا جميعا من اي شر. صباحكم زي الفل، هبتدي معاكم بقى دلوقتي بيان تفصيلي بدرجات الحراره، نتابعها ونرجع نكمل كلام.
من الحالة الجوية نروح نتابع معاكم الحالة المرورية من خلال تطبيق جوجل مابس، الخدمة اللي بنقدمها لحضراتكم من خلال برنامجكم 8 الصبح. تعالوا نشوف كده حركة المرور النهاردة، يمكن خاصة في الجزء اللي هو يعني من بعد بقى دخلة المحور في بدايته كده بعض الكثافات، لكن احنا بنبتدي معاكم بالطريق صلاح سالم. في كثافات متوسطة وفي برضو يعني حالة من السيولة المرورية في بعض الأماكن. احنا رايحين كده امتداد صلاح سالم أسفل كوبري أكتوبر، نرجع تاني كده نكمل كوبري أكتوبر معاكم. امتداد صلاح سالم في كثافات عالية إلى متوسطة، كوبري أكتوبر في الاتجاهين فيه كثافات عالية ومتوسطة، خاصة منتصف الكوبري في كثافات عالية وازدحام شديد. شارع رمسيس وطريق لطفي السيد في كثافات عالية إلى متوسطة، أيضا كورنيش النيل في كثافات عالية ومتوسطة، كورنيش الزمالك، كورنيش العجوزة رايقين، لكن داخلة المحور زي ما قلت لحضراتكم كوبري مايو في كثافات عالية إلى متوسطة. هنا بقى الكثافات اللي بقول لحضراتكم عليها اهو ابتدت تنور معانا. دايما الجزء ده بنلاقيه فيه يعني ازدحام شديد جدا، وانا دايما بصراحة برجعه معاكم للوقوف العشوائي، لانه حضراتكم حتى لما تيجوا حتى نظريا كده واحنا بنشوف قبلها الدنيا رايقة وبعدها الدنيا، يعني ما فيش داعي انه يبقى فيه كثافات في الجزء البسيط ده وبعدين ترجع تاني تفك. فانا دايما لانه انا دايما في الجزئيه دي احنا بنبقى شايفينه واحنا سايقين، فيعني ما بنبقاش احنا شايفين حاجه غير انه في وقوف عشوائي للميكروباصات وسيارات الاجره في هذا او هذه الاماكن دخلت المحور او رجوعك من المحور على ميدان لبنان. في الاماكن دي وقوف عشوائي لسيارات الاجره وبيقفوا للاسف في شكل طبعا عريض، يعني ما بيقفوش حتى بشكل يعني متناسق او بشكل يعني ممكن ان هم يحافظوا على حرم الطريق، لا للاسف ان هو الوقوف بشكل عشوائي. وانا دايما بتكلم يا جماعه يا ريت ان احنا حتى يعني انا برضو شفت المشهد ده عندي امبارح في مدينه نصر، الكباري الجديده اللي بتتعمل على المطلع بتاعها وعلى المنزل بتاعها بقت مواقف، وللاسف المواقف دي في اماكن ما ينفعش ان هي تتعمل لان هو بيبقى حارتين، حضرتك لما تاخد حارة من الحارتين فبالتالي انت بتحجز العربيات وراك، وبالتالي الدولة عملت جهود كبيرة قوي كلفت تكاليف كتيرة قوي عشان ان هي تقدر ان هي تعمل استيعاب للحركة المرورية والكثافات المرورية وتستوعب حجم الزحام. لما حضرتك بتعمل كده وبتقف بهذا الوقوف العشوائي فبالتالي انت يعني بتشتغل على النقيض اللي الدولة شغالة عليه. فيعني تيسيرا برضو على الناس حضرتك ممكن ان انت تقف قبلها او تقف بعدها، فكرة بس ان احنا ايه نيسر على بعض الامور ومش بنشق على بعض حتى واحنا بنقول لك هذا الطلب، مش فكره ان احنا بنقول لك لا ما تقفش هنا او شيء، لكن هو فكره بس ان احنا نيسر على بعض الحياه. تعالوا دلوقتي هسيبكم مع استعراض متوسط اسعار الخضر والفاكهه، اسعار العملات الاجنبيه، اسعار الذهب ومواقيت الصرف. Thank you.
حكاية مكان. معادنا مع زميلي العزيز عمرو كمال اللي دايما بياخدنا كده في جولة في حكايات وتاريخ الأماكن في مصر. النهاردة هنغني معاه كده رايحين الغورية، هنروح معاه ونتابع حكاية وتاريخ قبة الغوري. لما تروح كده عند التقاء شارع أو حي الغورية وشارع الأزهر، هتلاقي هناك مسجد السلطان قنصوة الغوري، وهتلاقي قدامه القبة، وهتلاقي هناك سبيل بيعلوه كتاب، كل ده بيطل كمان على شارع الأزهر. تعالوا نعرف حكايات أكتر مع زميلي العزيز عمرو كمال وحكاية وتاريخ قبة الغوري، ومن بعده فاصل ثم نعود لحضراتكم بفقرتنا الإخبار. قبة الروعة والسحر المملوكي، قبة الغوري. هذه القبة المزينة بعماراتها الفريدة ونقوشها البارزة وكتاباتها الكوفية وتكوينات من الخشب المخروط والزخارف البديعة، تقف شاهدة على عصور خلت وبقيت قبة السلطان الغوري في قلب حي الحسين شامخا كأحد روائع قاهرة المعز. تعد التحفة المملوكية البديعة التي شيدت ما بين عام 909 و 910 هجريا 1504 و 1505 ميلاديا أحد إبداعات الحضارة الإسلامية، حيث تأخذ شكلا ضريحيا مشتملا على مسجد وسبيل وكتاب ومدرسة وقبة ووكالة وحمام ومنزل ومقعد وخنقاء على رأس تقاطع شارع الغورية مع شارع المعزين دين الله بحي الأزهر. أينما تولي وجهك ترى عظمة فن العمارة الإسلامية في كل جانبات هذا الأثر المملوكي المبهر، حيث أن السلطان قنصوة الغوري كان مغرما بفنون العمارة والإبداع ليشيد مجموعة الغوري الأثرية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم آثار بالعالم الإسلامي، وتعد قبة الغوري جوهرة التاج في العصر المملوكي. عشق أهل الفن قادهم إلى استغلال القبة فنيا، وأصبح في الفترة الأخيرة محكى ثقافي وفني يقدم من خلال عروض فنية وثقافية سواء موسيقية وتشكيلية وغنائية وغيرها، لتكون قبة الغوري قبلة لعشاق الفن والإبداع والروعة. عمرو كمال، 8 الصبح. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، والى استعراض باقه اخبارنا، والبدايه كالمعتاد برصد النشاط الرئاسي. بالامس اجرى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكه العربيه السعوديه، وفي هذا الاطار صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحه اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، متمنيا له دوام الصحه والعافيه. من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، وأشار إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة. هنتقل مع حضراتكم إلى خبر آخر، ويعني إحنا دلوقتي الدولة المصرية شغالة على قدم وساق على فكرة موضوع غلاء الأسعار. الملف ده فكرة ضبط السوق
هو ممكن نقول هو المحور الأول والمحور الأساسي. احنا بنتكلم عن محور ضبط السوق، ضبط الأسعار، محور الرقابة. شوفوا بقى قد إيه في كل محور من المحاور دي الدولة المصرية بتبذل مجهودات كبيرة جدا. هقول لحضراتكم الخبر اللي معانا وهنتابع كل الأخبار، وفي التفاصيل بقى هحكي لحضراتكم كده على شوية حاجات اللي الدولة المصرية بتشتغل على هذه المساعي في هذا الأمر. زي ما أنا قلت لكم آخر مرة يمكن الأسبوع اللي فات كلمتكم على فكرة إنه التاجر بيبقى عايز يعمل إيه، فالدولة بتبتدي تعمل المقابل ليها. المقابل لإنه التاجر مع فكرة إن هو الناس اللي إحنا بنقول عليهم اللي هم أثرياء الأزمات أو انتهازيو الأزمات، دول بيكونوا عندهم فكرة إن هو عايز ياخد السلع ويحتكرها، وبالتالي يعمل عندك قصور في السوق، وبالتالي يبقى عنده مبرر انه السلعه دي تغلى. اللي بيحصل ان الدوله المصريه بتعمل وفر، لما يبقى في وفر في السلع في السوق بالتالي انه هيبقى في قله اسعار، وبالتالي هو مش هيبقى عنده مبرر ان هو يغلي الاسعار، وبالتالي هيضطر يخرج اللي عنده، لانه الوفر اللي موجود في السوق هيعمل عنده، ممكن يعمل عنده اكسباير، او ان هو السلعه اللي عنده تفسد، فبالتالي اللي بيحصل ان هو بيطلع السلعه اللي عنده يمكن تكون كمان بسعر اقل من اللي الدوله عرضاه عشان يتخلص من الكم اللي هو حاول يحتكره. نعم، طيب خليني بس ابتدي مع حضراتكم كده في رصد الاخبار، وبعدين نتابع المتابعات الخاصه بتاعتنا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه في تخفيف الاعباء المعيشيه عن المواطنين بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم. اصدرت القياده العامه للقوات المسلحه اوامرها لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وجهاز الخدمات العامه بتوفير السلع الغذائيه الاساسيه من خلال المنافذ الثابته والمتحركه بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم. كما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز 1,000,000 حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. حرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وده بيجي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان. بصوا يا جماعة، هتلاقوا منافذ القوات المسلحة، هتلاقوا منافذ كلنا واحد الخاصة بالشرطة، هتلاقوا منافذ أمان، هتلاقوا المنافذ التابعة لوزارة الزراعة. كل ده الدولة بتعمله. عايزة أقول لحضراتكم أن الأسبوع اللي فات جيت أروح يعني المعرض بتاع الزهور، معرض الزهور اللي هو في حديقة الأرمان، حاجة جميلة جدا، رايح تشوف مشهد جميل كله جمال والناس بتروح له من وبتستناه من السنة للسنة، إلا أن أنا لقيت جوه المعرض ده منفذ كبير جدا، أعتقد أن هو لوزارة الزراعة إن لم تخني الذاكرة، يعني كبير جدا. وأنا ما بكلمكوش بقى في زيت وسكر ودقيق ومكرونة، أنا بكلمكم في كل حاجة بما فيهم يميش رمضان. كل المجمعات الاستهلاكية هتلاقوا فيها ده دلوقتي وبأسعار مخفضة، وبالتالي إحنا علينا إيه؟ إحنا علينا إن إحنا نستفيد من هذه الأمور، ومن مكنش التاجر اللي هو بيحاول إن هو يتلاعب بالأسعار إن هو يعمل المرجو أو اللي هو بينشده من وراء إن هو بيحتكر السلع. فبالتالي ان احنا بنروح المنافذ، وزي ما احنا كمان بنتكلم على التجار اللي عملوا كده، كمان بنوجه الشكر للتجار اللي ساعدوا الدولة، اللي قدروا ان هم كمان يساعدوا الدولة من خلال توفير السلع، وان هم يشاركوا في المبادرات اللي بتعملها الدولة عشان تيسر على المواطن المصري. ايضا بتطلق وزارة الزراعة المنافذ المتحركة اللي ليها في محافظات مختلفة، وده بيجي تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
فاحنا بنشوف هنا وزارة الزراعة بتعمل ايه، بنشوف كمان حياة كريمة بتعمل ايه، المليون كرتونة، بنشوف كمان فكرة الكوبونات اللي بتتعمل مع الكراتين اللي موجودة في المنافذ المختلفة. وزارة الزراعة قالت كمان انه المنافذ المتحركة دي المفروض ان هي انطلقت بالامس، والسيد القصير وزير الزراعة هيقوم باطلاق منافذ الوزارة المتحركة في اطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك. معانا هاتفيا الأستاذ محمد القرش. يا شباب معانا التليفون. أيوه ألو. دكتور محمد. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الفل، ويعني احنا سعداء جدا بالاخبار اللي احنا دايما بنتابعها، وسعداء بما تقدمه في حد ذاته وزاره الزراعه، اللي احنا حتى بنبقى مطمنين جدا للمنتجات اللي هي بتعرضها. عايزين نعرف ما توفره وزاره الزراعه بالظبط كده، وخلينا نستعرض مع الساده المشاهدين ما توفره من سلع، وايه اللي ممكن يلاقوه من سلع استهلاكيه موجوده في منافذ وزاره الزراعه حاليا. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقه الجهود المبذوله من الدوله المصريه في الفتره الاخيره كان هدفها تحقيق تنميه مستدامه وتنميه حقيقيه. نعم. وتحقيق طفره كبيره في مجال الانتاج الزراعي وتلبيه احتياجات المواطن وتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري. طبعا في هذا الاطار شفنا جهود بذلت لتطوير القطاع الزراعي وتطوير كافه القطاعات المعنيه بالدوله. النهارده اصبح عندنا يعني تلبيه او عندنا كفاءه ذاتي من عدد كبير من المنتجات اللي تقدر تخدم المواطن وتلبي احتياجاته الاساسيه، خصوصا ان احنا يعني داخلين على بدايه شهر رمضان، واحنا كمان في يعني ان شاء الله يكون النهارده ليله النصف من شعبان، فالموسم وكمان عيد اخواتنا المسيحيين وصيامهم، فهذه الفتره بتبقى فتره كل مصر وكل اهل مصر طيبين، كل عيد وكل مناسبه وكل اهل مصر طيبين. يا رب يا رب ان شاء الله. فدي فتره الحقيقه بتشهد يعني زياده او تعاظم في حجم الطلب على المنتجات الاستهلاكيه، وبالتالي احنا في وزاره الزراعه عندنا مجموعه من المنافذ اللي بتوفر احتياجات المواطن المصري. وطبعا النهارده بيتم اطلاق حزمه جديده من هذه المنافذ اللي هي المنافذ المتحركه، اللي من خلالها نقدر نلبي الاحتياج في بعض المناطق اللي فيها يعني اللي تكون محتاجه مزيد من التدعيم بالمنتجات الزراعيه او المنتجات المختلفه. والحقيقه هذه المنافذ اللي موجوده عندنا، سواء المنافذ ال 171 منفذ الموجودين واللي تم رفع كفاءتهم، او هم 191 منفذ بمختلف المحافظات؟ 171 منفذ موجودين. 171 بالظبط. وعندنا مجموعه منافذ اخرى موجوده اللي هي المتنقله، وعندنا مجموعه اسواق. النهارده بيتم يعني ال 171 دول اللي هم الثابتين، الى جانب بقى نضيف ليهم المتنقلين. بالظبط كده، هيبقى في مجموعه منافذ متنقله هتضاف الى هذه المنافذ الثابته، وهتقوم بتلبيه احتياجات المواطن المصري ان شاء الله. وطبعا كمان والمتنقله بيبقى فيها نفس المنتجات ولا بتبقى اقل شويه؟ لا، بيكون فيها كلها، جميع المنافذ اللي تابعه لوزاره الزراعه بيكون فيها كل المنتجات الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن المصري. وكل احتياجاته الاساسيه بتكون موجوده في هذه المنافذ. والحقيقه احنا بنكثف حجم المعروض والمتاح في هذه المنافذ بشكل كبير في مثل هذه الفترات، علشان يكون في تلبيه لاحتياجات المواطن المصري، فبيكون في تدعيم كبير. ايضا احنا عندنا بعض الاصناف اللي بتكون مطلوبه او لها طلب كبير زي التمور مثلا، بندعمها ايضا في هذه المنافذ، وهي مش رمضان، وهذه المنتجات بندعمها في مثل هذه الاوقات علشان تكون قادرة انها تلبي احتياجات المواطن المصري. طب ممكن نطمن حضرتك من شوية اسعار كده، خاصة الدواجن، اللحوم، الاسماك، البيض، اللي هو يعني شهدوا ارتفاع كبير في الفترة اللي فاتت. الحقيقة بعض هذه المنتجات يعني الحمد لله احنا عندنا فيها وفرة كبيرة في الوقت الحالي، وعندنا فيها تلبية كبيرة لاحتياجات المواطن المصري. وعندنا الحقيقة تنسيق حدث ما بين الوزارة وما بين اتحاد منتجي الدواجن، علشان يكون في وفرة وفي زيادة في حجم المعروض من هذه المنتجات، منتجات الانتاج الداجيني، خصوصا الحمد لله احنا تقريبا عندنا كفاءة ذاتي
من الدواجن ومن بيض المائدة ومن كافة منتجات الإنتاج الداجيني، عندنا فيها كفاءة ذاتي تقريبا كامل. فطبعا ده الهدف منه، إن احنا عايزين ننسق مع الاتحاد علشان يتم عرض هذه المنتجات بشكل كامل أمام الجمهور من خلال منافذ الوزارة من خلال منافذ الوزارة أو من خلال باقي المنافذ التابعة للدولة المصرية، بحيث يكون في إتاحة كبيرة للمواطن المصري، وطبعا ده يلبي احتياجات المواطن المصري ويؤدي إلى حدوث استقرار واتزان في الأسعار. طب أستاذ محمد، أنا كنت سمعت خبر بس حضرتك تصححولي يعني في حالة أنه هو غير صحيح، هل يعني هل بالفعل يا دكتور أنه هل المنافذ دي مستمرة طول العام؟ المنافذ مستمرة طول العام، ولكن احنا بندعمها في فترات اللي هي اللي فيها تكثيف الاحتياج زي رمضان او زي الاعياد المناسبات فيها المنتجات المطلوبة. وطبعا احنا عندنا كمان هيتم اطلاق ان شاء الله خلال الايام المقبلة مهرجان للتمور، علشان الفترة دي بتشهد اقبال كبير على التمور وشراء التمور ومنتجاتها، فهذه المنتجات بيتم تكثيفها بشكل كبير، وان شاء الله يكون هذا المهرجان ملبي لكافة احتياجات المواطن المصري، ونقدر نوفر التمور ومنتجاتها ولكل هذه الاشكال اللي بيبقى عليها طلب كبير في هذه الفتره للمواطن المصري باذن الله. طب دكتور، عشان انت ما قلتليش، ما حددتليش الارقام والاسعار بالتحديد بالنسبه للحوم والدواجن، حضرتك ممكن تقول لي بس حتى الفرق بينها وبين بره بتبقى فرق كام في المية تقريبا؟ احنا مقربين على 20% فرق مقارنه، ويمكن بنصل في بعض المنتجات الى 30% مقارنه بسعر السوق، وده بيدي اتزان واستقرار في الاسعار. وهي متاحه الحمد لله بشكل كبير. والهدف من ده ان احنا زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان احنا بنمنع جشع التجار، وان يبقى في مصادر بديله امام المواطن المصري. والحقيقه الاهم كمان في هذه المنتجات ان بيكون عندنا مدى سعري واسع. مش بيكون مجرد منتج او اثنين، انما بيكون في تباين كبير في المنتجات بفئات سعريه مختلفه علشان تلبي كافه شرائح المجتمع المصري. طب احنا كده تناولنا يعني اجزاء كتيرة قوي من محور الدعم، لكن محور مهم قوي هو المحور الرقابي اللي بتقوم بيه الدولة المصرية، ويعني وزارة الزراعة اكيد بتقوم بهذا الواجب بشكل كبير جدا، فانا عايزة برضو اتابع مع حضرتك هذا الامر بيتم ازاي. الحقيقة احنا عندنا جهات رقابية متعددة، طبعا احنا عندنا كافة معامل وزارة الزراعة حصلت على شهادات اعتماد دولية، سواء شهادات الايزو او شهادات الاعتماد كمعامل مرجعيه في منتجات الانتاج النباتي او الانتاج الحيواني ايضا، وده فيما له علاقه بالجوده. فيما له علاقه بالجوده بالظبط بالظبط. وطبعا احنا بنقوم بعمليات الفحص والرقابه بشكل مستمر، وبناخد عينات بشكل عشوائي، عندنا الهيئه العامه للخدمات البيطريه، عندنا المعمل المتبقيات، عندنا كافه الجهات المعنيه في الدوله وحتى الحاجز الزراعي، بنقوم باخذ عينات، بنقوم بتكويد المنتجات، بنقوم بمتابعه ما يتم على ارض الواقع، بنتاكد من فحص هذه المنتجات، نتاكد من سلامتها، وطبعا ده بيتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيه بالدوله، بحيث ان احنا نضمن اعلى جوده ممكنه، ونضمن في نفس الوقت توافر السلع والمنتجات باسعار مناسبه امام الجمهور. صحيح، يعني انا برضو عايزه اقول للساده المشاهدين حاجه تجربتي انا، يعني ما فيش حد مثلا هينزل في اي مثلا سوبر ماركت بره هيلاقي مثلا الدقيق ب 10 جنيه، ولا هيلاقي البلح ب 12 جنيه، يعني في اسعار كده صعب ان انت تلاقيها في اي حاجه في اي مكان غير مثلا في منافذ زي وزاره الزراعه، منافذ كلنا واحد، منافذ القوات المسلحه، الحاجات دي بتوفر كتير قوي على المواطن. ومن هنا هسال حضرتك سؤال مهم قوي، فكره توافر المخزون الاستراتيجي لدى الدوله المصريه الى اي مدى هو اللي مخلينا دلوقتي نشعر بهذا الاطمئنان وهذه الراحه؟ الحقيقه احنا في توافر كبير جدا في كل السلع والاحتياجات الرئيسية للمواطن المصري، والسبب في ده ان احنا عندنا يعني تنسيق لجهود قمنا بيه، وكان في توسعات كبيرة قامت بها الدولة المصرية من 2014، والدولة المصرية بتشتغل بكل ما اوتيت من قوة لتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، وده اللي خلانا نواجه ونعدي عزمات عديدة اثرت على الدول الكبيره في العالم، الا ان الدوله المصريه استطاعت ان هي تتجاوز هذه الازمات، وكان اخرها طبعا ازمه جائحه كورونا، قدرنا نتجاوزها ونوفر احتياجات المواطن المصري، ويكون عندنا تلبيه لكافه الاحتياجات بكل بساطه، وده نتيجه الجهود اللي بذلت. الحقيقه الموضوع مش موضوع لحظي، انما الموضوع موضوع تنميه حقيقيه مستدامه حدثت في البلد من 2014 واحنا شايفينها في كل المجالات. فده يدعم موقف الدوله، بيوفر الاحتياجات الرئيسيه للدوله، بيؤدي الى تحقيق
الاستقرار والاتزان في السوق وتلبية كافة المتطلبات بالنسبة للشعب المصري، وده بدأنا نلمسه وبدأنا نشوفه وقدرنا نتجاوز أزمات سابقة، وإن شاء الله احنا في مثل هذا الوقت احنا قادرين ان احنا نتجاوز، بدليل مثلا عندنا زي موسم القمح الحمد لله في وفرة ان شاء الله تكون موجودة، في إتاحة موجودة، كل المنتجات عندنا فيها اكتفاء ذاتي وبنصدر ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري، وما يفيد ده خلانا من نكون الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح الفراولة، عندنا مرتبة متقدمة جدا في تصدير البطاطس والطماطم والعنب. لا ومش بس كده، كمان تطورنا في إطار الزراعات المحمية، الصوب الزراعية. بالضبط، طفرة كبيرة حدثت في مجال الزراعات المحمية وإنشاء 100,000 فدان صوب زراعية، الحقيقة جهود بذلت كبيرة جدا في هذا القطاع. فده برضو ريحنا في أمور كتيرة جدا. طبعا، لان انتاجيه الصوب او انتاجيه الزراعات المحميه بتدي انتاج اعلى في نفس وحده الارض، وفي نفس الوقت بتوفر فيه او بتحسن من كفاءه استهلاك الميه وبتدي انتاج اعلى لوحده الميه، وده كله بينعكس بشكل ايجابي ومباشر على خدمه افضل للمواطن المصري، تلبيه اكثر لاحتياجات المواطن المصري. هو ده الاساس الحياه في العمل في الفتره الاخيره، لان احنا دايما كنا بننظر الى قطاع الزراعه على اعتبار ان هو قطاع بيساهم بشكل كبير في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، ودي حقيقة. طب دكتور محمد، انا بسمع بقالي 24 ساعة كده على موضوع الكراتين وموضوع الكوبونات، فانا عايز اعرف برضو هل دي متوفرة كمان في المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة ولا عن في منافذ دون غيرها؟ يعني بتبقى موجودة في بعض الاماكن، لكن هي الحقيقة مش متوفرة في كل منافذ الوزارة. وهي في الأصل بتبقى فكرة الكراتين وفكرة الكوبونات دي بتبقى دور مجتمعي أكتر. وطبعا الحقيقة في تنسيق بيحدث مع مختلف الجهات المجتمعية اللي بتقوم بتوفيرها مثل هذه الخدمات، وطبعا بننسق معاهم بحيث ان احنا نوفر منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة، وطبعا ده يوفر معاهم ويساعد معاهم في ان هم يقدموا مزيد من الخدمات للجمهور او للفئات الاكثر احتياجا. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، واحنا كل يوم بنتابع مع حضراتكم هذه المشكله، وكل يوم بنتابع بقى يعني في اطار بقى تداعيات الازمه الروسيه اللي هي اصلا ما وصلتش، بس احنا يعني للاسف فكره التلاعب بالاسعار هم التجار اللي بيعملوا هذه المشكله، ان احنا اوريدي ما عندناش مشكله الحمد لله، فهنا بقى الدوله ومؤسسات الدوله المختلفه الجهات المعنيه كلها بتشتغل على فكرة ضبط أسعار السوق عشان ما فيش حد يتلاعب بالأسعار، عشان ده بالنسبة للمواطن المصري ده قوت يومه. وافتكروا كده كلام سيادة الرئيس لما كان بيتكلم، لما بيقول من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، والدولة المصرية اشتغلت على هذا الملف من قبل ما يبقى فيه جائحة كورونا، وما قبل ما يبقى فيه أزمة روسية أوكرانية، ومن قبل الكلام ده كله. فهنا بقى جه الفكرة ان احنا بنجني ثمار هذا الموضوع، وقد ايه بقى تحس ان الدولة المصرية واقفة على رجليها لما تلاقي كل حاجة موجودة، لكن فكرة انه المواطن المصري هو اللي بيساعد في صياغة الأزمة ازاي؟ انه بيشارك فيها باندفاعه على شراء السلع. حضرتك ممكن تكون حاجة أصلا أنت مش محتاجها، وهنا برضو هتكلم وهرجع تاني لنقطة أنا أثرتها قبل كده مع حضراتكم، فكرة الثقافة الخاصة بترشيد الاستهلاك. دي حاجة من الحاجات اللي احنا لازم ان احنا يعني ايه نرسخ المفهوم ده جوانا، ونرسخ لهذه الثقافة، وان احنا كمان نشتغل عليها، لانه بعيدا بقى عن موضوع الغلاء وبعيدا عن الحاجات اللي هي الأساسية والضروريات، احنا أصلا أي حاجة احنا نشتريها بتنقسم لجزئين، حاجات أولية وحاجات ثانوية. حاجات أولية ضرورية أنا بشتريها، وحاجات تانية من باب الترفيه أو من باب الكماليات ممكن أن أنا في أي إطار أستغنى عنها. طيب سيبنا من الموضوع ده، أنا مثلا رايح أشتري موبايل، بشتري حاجة من الحاجات اللي أنا يعني أشتري حاجة، مثلا بلاقي ناس يشتروا موبايل غالي جدا مثلا يوصل سعره ل 28,000 جنيه، وبعد كده هو اخره معاه الو، يعني فكره ان انا بس ان انا مجرد ان انا اتكلم في التليفون الو واخد صورتين بالكاميرا، مش هيتطلب منك ان انت تحتاج كل الاوبشنز اللي موجوده في الموبايل. طب ليه دافع كل هذا الكم من الفلوس؟ طب انت يا سيدي قادر، طب ما الفلوس دي بيتك اولى بيها، طب حد غلبان اولى بيها، في يعني حد محتاج
او بقى ان احنا بنقول اللي معاه قرش ومحيره، ماشي دي جزئيه تانية، لكن فكره انه فكره الثقافه الاستهلاكيه احنا محتاجين ان احنا ننميها. انا بدي لك اكزامبل بس او مثال على فكره الموبايلات، لكن قيس ده على حاجات تانية كتير. حضرتك ممكن تشتغل تجيب حاجه فيها اوبشنز كتير قوي وانت مش محتاجها وتبقى دافع اموال طائله، طب ما تجيب اللي انت محتاجه. كذلك السلع، حضرتك ممكن تخلي الحاجات عندك زياده عن حاجتك في البيت وبالتالي الحاجه تفسد. فليه احنا بنشتري حاجه اكتر من احتياجاتها لمجرد القلق او الخوف؟ ولا داعي اصلا الكلام ده، لانه زي ما حضراتكم شايفين كم المنافذ اللي موجوده دلوقتي، وزي ما قلت لكم من شويه ان الموضوع ما بقى يعني اللي موجود في المنافذ دلوقتي مش زيت وسكر ودقيق بس، لا ده كل حاجه موجوده بما فيهم ياميش رمضان وباسعار مخفضه. وكل شويه احنا بنقرا المنفذ ده بيقدم 60%، لا المنفذ ده بيقدم 30%. فشفتوا حضراتكم هي دي التنافسيه الحميده اللي احنا نفسنا يبقى فيها، الناس تتنافس ان هي تطرح الحاجه في السوق، الناس تتنافس انها تخدم المواطن مش تحتكر السلعه عن المواطن. وهنا بقى الدور الايجابي جدا اللي بتلعبه الدوله المصريه في اطار بقى ضبط السوق وضبط الاسعار وقطع الطريق على جشع التجار واي انتهازيه هم بيحاولوا ان هم يعملوها لاثاره الازمه بشكل او باخر. خليني اسيب شويه الملف ده ولكن هكمله بقى في اطار الاخبار مع حضراتكم ورصدنا السريع، ودايما بيكون معاكم من يعني احنا بنرصد بقى وزاره التموين بتعمل ايه، وزاره الدفاع بتقدم ايه، شفنا كمان يعني المنافذ الخاصه بكلنا واحد بتقدم ايه للمواطن المصري، كل ده في اطار التيسير ورفع الاعباء عن كاهل المواطن المصري وعن الاسره المصريه، لانه الموضوع كله بالنسبة للمواطن المصري أنا بسحب من جيب واحد لما أنا هوفر الوفر ده بالنسبة لي. وخلوا بالكم العالم كله دلوقتي بيتكلم عن نسب تضخم، نسب يعني تضخم يعني أنه القرش ما بيجيبش زي قبل كده، يعني لو أنا كنت بشتري حاجة بجنيه دلوقتي مش هقدر أشتريها بجنيه، لو بشتري حاجة بعشرة جنيه دلوقتي ممكن أشتري نصها. فهنا فكرة التضخم، أمريكا امبارح مثلا بتتكلم على نسب تضخم عندها غير مسبوقة، ده تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وهنا اللي أنا قلت لحضراتكم عليه الحلقة اللي فاتت اللي هو weaponization of finance، أو إنه الاقتصاد يبقى هو السلاح المستخدم، إن أنت تستخدم السلاح. وهنا بقى الخبراء في هذا الأمر قالوا إنه الموضوع هو لوز لوز تشويس على كلا الجانبين، سواء الجانب الغربي اللي بيوقع يعني أي عقوبات على روسيا في إطار الماليات وفي إطار الاقتصاد، كمان روسيا بترد هذا الأمر عليهم، وبالتالي الجانبين خسرانين. مش بس كده، ده الإقليم الخسران والعالم كله هو الخاسر، لأنه طبعا زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضراتكم بتتابعوا في العالم كله بيتأثر، يعني هتلاقي الذهب بيعلى، النفط بيعلى، حاجات بقى غير مسبوقه احنا بنتابعها كل يوم. يكفي مثلا ان احنا بنتكلم عن النفط بنتكلم مثلا على برميل برنت سجل قياسات وحاجات غير مسبوقه طبعا في الارقام الكام يوم اللي فاتوا بس، يعني احنا تابعنا اصلا اول يوم اول 24 ساعه من العمليه العسكريه قفزه على طول في الاسعار، بعدها باسبوع قفزه ثانيه، وبعدين تراجع، وبعدين قفزه ثالثه. فاحنا دلوقتي شوفوا احنا عمالين نعد القفزات اللي هي الخاصه بقى الاسعار، سواء بقى بالنفط سواء في سعر الدولار. دلوقتي الجانب الروسي بيقول لا انا عايز، لو انا هتعامل مع الجانب الغربي اتعامل مع بالروبل، وبالتالي هو بيحاول ان هو يحيي عملته اللي هم حاولوا ان هم يعملوا عنده في السوق عنده كساد، او ان هم يضربوا هذه العمله بشكل او باخر. هنا بقى الحوار اللي احنا شايفينه ده حوار اقتصادي بحت، احنا شايفينه وفكره اللي هو الاقتصاد بيستخدم هنا كسلاح. انا بدي بس لحضراتكم ايه سريعا كده نبذه، لانه الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا، كل ساعه بنقرا حاجه جديده، وكل ساعه بنقول لا ده في بيقولوا في عقوبات جديدة من الجانب الغربي، لا ده روسيا بترد على الجانب الغربي بعقوبات أخرى. فهنا بقى احنا بنتابع الموضوع ده وبنقول ربنا يستر ان الأزمة دي ما تأثرش على الشعوب الأخرى، لأنه بشكل أو بآخر هتأثر، لأنه يعني هي أزمة عالمية وكله بقى يعني ايه هيتضرر منها للأسف. طيب نرجع تاني محليا،
في إطار المجهودات اللي بتبذلها الدولة، أكد الدكتور علي مصرحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية 52 جنيه 95 جنيه 123 جنيه للكرتونة، وأن كل فئة مالية من هذه الكراتين بتحتوي بداخلها على السلع الأساسية من زيت، سكر، رز، مكرونة، شاي وصلصة، وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب المواطن بفئات نقدية أخرى. وأضاف الوزير أن المجمعات الاستهلاكية بيوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيض يصل إلى 30%، وقال أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعدادا لشهر رمضان الكريم. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا والمتابعة اللي احنا بنتابعها مع حضراتكم لمجهودات الدولة المصرية. وخلوا بالكم كمان على قد ما في ان احنا شايفين المجهودات اللي بتعملها والدولة لما عزمت ان هي تدخل الموضوع ده، وسمعنا كمان انه سيادة الرئيس بيتكلم على سعر الخبز الحر مش الخبز المدعم، زي ما احنا قبلها بيوم تابعنا انه يبقى فيه اسعار استرشاديه، قد ايه الحاجات دي كلها بتقدر ان هي تضبط حركه السوق بالنسبه لنا، اسعار السوق، فكره كمان السعر الخبز الحر هنا اهتمام بالمواطن انه ده الحاجه الاساسيه اللي على سفرتك. ما ينفعش اذا كان بقى هي منفذ خاص، منفذ حكومي، مدعم او مش مدعم، حضرتك ما ينفعش ان انت تطلع عن السعر اللي محدداه الدولة سواء المدعم او غير المدعم. وهنا يعني انطلاقا من فكرة انه لازم كله يبقى في اطار التناول بالنسبة للمواطن المصري ايا كان هو الشريحة اللي بنتعامل فيها بالنسبة للمواطنين، سواء اللي هم الاكثر احتياجا او غيرهم، او الشريحة المتوسطة او الاعلى. لكن الفكرة كلها انه لا، هنا ما ينفعش انه رغيف العيش يعلى عن كذا. فهنا فكرة ضبط السوق بتعملها الدولة على أكمل وجه، وكل المؤسسات بصراحة اللي دايما بنرفع لهم القبعة في هذا الأمر. الصحة بتطلق أول منصة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بإقليم الشرق الأوسط. ده ملف آخر من الملفات اللي بتوليه الدولة المصرية شأن كبير جدا واهتمام كبير جدا. العلاج النفسي وعلاج الإدمان، وفي إطار الجهود بقى اللي بتبذل، بنتابع النهاردة آخر الجهود اللي هي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، إطلاق منصة وطنية إلكترونية أولى بمصر بتخدم الصحة النفسية وبتعالج الإدمان بالمجان تحت رعاية دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وده بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع. وأوضحت دكتورة منى عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان إن المنصة بتهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع. وده هيكون على الرابط اللي هيظهر مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة، اهو معانا على الشاشه، تقدروا ان انتوا تدخلوا عليه بسهوله. الامور على فكره بتبقى ميسره جدا، وهم بيبقوا مختبرين هذه المنصات بشكل كبير جدا، وعليها اصلا قدر من المتابعين كتير. فطبعا انا عايزه بس اقول لحضراتكم انه هذه المنصات بتتميز بان هي بتتعامل مع يعني مريض الادمان، خلينا نقول بتتعامل معاه بسرية تامة، بتقدر ان هي توصله لدرجة ان هو اللي يروح بنفسه للمصحة، وفكرة ان هو بس يشعر بأمان، هو بيروح لهذا الامر بنفسه، هو اللي بيطلب العلاج، وعلى طول الموضوع يعني بيبقى فيه سلاسة. على فكرة يعني احنا يمكن عملنا اكتر من مداخلة في هذا الاطار قبل كده واتكلمنا، اول حاجة طبعا بالنسبة لاي حد السرية التامة، تاني حاجة العلاج بيكون سريع وبياخد وقت قليل جدا، فكرة اعراض الانسحاب اللي الناس بتخاف منها، يعني متخصصين كتير قوي قالوا لا الكلام ده مش زي ما بتصوروا مثلا الدراما انه المريض بيخبط ويرزع، الكلام ده مش موجود، الموضوع بيتم بسلاسة تامة، اهم حاجة بس المتابعة. فكرة
فكرة العلاج النفسي ده شق من النواحي المهمة جدا في العلاج الخاص بالإدمان، وكمان دلوقتي ان احنا يبقى عندنا منصة خاصة والأولى من نوعها في إطار إقليم الشرق الأوسط، ده بالنسبة لنا بيعني إن إحنا بنملك تجربة رائدة وقدرنا إن إحنا نقدم تجربة للدول الأخرى اللي عايزة تحذو حذونا في هذا الأمر، زي ما إحنا مثلا قدمنا للعالم تجربة فيروس سي ومبادرات أخرى تانية في هذا الإطار. مش هنخرج كتير عن الإطار الخدمي في حد ذاته، ولكن إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج المجاني. شايفين التعامل بالنسبة للدولة المصرية في إطار الملفات العديدة على قدم وساق، القوافل الطبية، القوافل الخدمية للشعب المصري بكافة أنواعها لم تتوقف حتى في ظل الجائحة، حتى في ظل الأزمة اللي العالم كله بيعاني منها دلوقتي. تعالوا نتابع الخبر كده. وزارة الصحة والسكان بتطلق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وده للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة. وقالت وزارة الصحة والسكان أن التخصصات الطبية بتشمل النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل. وقالت كمان وزارة الصحة أنه المحافظات المقرر إجراء قوافل بها بتشمل القاهرة، دمياط، المنوفية، الغربية، مطروح، إنا، سوهاج، أسوان، وجنوب سيناء، وبني سويف. طبعا يعني حياة كريمة على طول احنا بنحييها وبنرفع على كل المجهودات فيها اللي بتقدمها طبعا القبعة، وشايفين يعني الموضوع على طول الناس محتاجة ايه على طول تلاقيها المبادرة حياة كريمة موجودة، في مشكلة غلاء تلاقي على طول الكراتين طالعة مليون كرتونة من حياة كريمة، مبادرات صحية على طول تلاقي حياة كريمة طالعة يعني على طول بالمساعدة للشعب المصري والمواطنين. قصة نجاح في حد ذاتها حياة كريمة، مش فقط هم بيشتغلوا على تسقيف البيوت وبناء وتركيب الأبواب، لا الموضوع أشمل وأعم. وزي ما احنا بنقول انه لما نلاقي مبادرة ومشروع عظيم بيستفيد منه 60 مليون مصري، هو ده فعلا اللي خلى العالم كله يقول ده من أعظم المبادرات اللي اتعملت دلوقتي على في العالم ككل. مكملين مع حضراتكم، ولكن هسيبكم مع فاصل ثم نعود معاكم بقى نبدأ فقرتنا الحوارية. النهاردة فقرتنا الأولى هتكون مع الإنشاد الديني، وبنحتفي احتفاء خاص جدا بليلة النصف من شعبان من خلال برنامجكم 8 الصبح. تابعوا. فقرة روحانية بامتياز هنبتديها مع حضراتكم احتفاء بليلة النصف من شعبان مع المنشدات المميزات، بيشرفونا وما شاء الله يعني ملائكة ما شاء الله منورنا. صباح الفل عليكم واهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ومصر الجميله بخير ان شاء الله. اهلا بيكم. بدايه برحب بمؤسسه الفرقه ايا اشرف، اهلا بيكي ايا. برحب ايضا برحاب شاهين، اهلا بيكي يا رحاب. الاء خالد، اهلا بيكي. ساره اشرف منورنا. قبل ما نبتدي الانشاد عشان احنا عايزين نوسع يعني الوقت، طول الوقت عايزين نسمع، احنا معانا العديد والعديد من الانشادات هنتابعها معاكم، لكن فن الانشاد واقتحام المراه هذا الفن، انتوا مش يعني مش اول ناس تعملوا كده، لكن دايما المراه بتلاقي تحديات في الموضوع. فكره الاختيار يا ايه عايزه يعني ابتدي معاكي بيها، ازاي الموضوع كان بالنسبه لك اختيار فكره فن الانشاد الديني والصعوبات اللي انتوا كل واحده فيكم واجهتها سريعا؟ هو انا من بدايتي وانا صغيره كنت بحب الانشاد، بميل للانشاد الديني، وكنت خلاص انا واخده ان انا هسلك الطريق ده وهمشي فيه. مش الغنى. كنت بتسمعي مين؟ كنت بسمع الشيخ النقشبندي زمان، كنت بسمع ام كلثوم الاناشيد اللي كانت بتقولها، كنت بسمع كتير، بسمع بردك القناه طيور الجنه بتاعت الاطفال، كنت بسمع كل حاجه يعني ده وانا طفله قوي. كنت بقول في المدرسه شوفوا برامج الاطفال قد ايه بتؤثر ايجابيا او العكس يعني ما شاء الله عليكم. اكيد.
بعد كده يعني كنت بقول بقى في المدرسة، في إذاعات المدرسة، في حفلات المدرسة الكلام ده. بعد كده برضو في الجامعة نفس الشيء. لحد ما رحت بقى إيه، حبيت إن أنا أصقل موهبتي بالدراسة. درست في دار الأوبرا المصرية. برافو عليك. ودرست في مدرسة الإنشاد الديني، وكل البنات اللي معايا النهاردة خريجين مدرسة الإنشاد الديني. بس ودارسين يعني، واكيد واجهتنا صعوبات يعني في البدايه. مش البنت بتكون غير الولد في انه انا عايزه. صعوبات زي ايه بقى؟ صعوبات في الوقت يعني، انا عندي حفله مثلا، ممكن الحفله تبقى متاخر. ففي البيت ايه، افضل اتحايل بقى عليهم في البيت، لا عايزه اروح الحفله دي، عايزه اعملها، معلش يا بابا مش عارفه ايه. يعني لازم يجي معاكي حد برضو من الاهل. كده بتواجهي برضو ان انت ايه، لا وقت الدراسه برضو اللي بيدرس بيواجه صعوبه جدا، لانه بيفضلوا ايه متعلق مصيره ان هو ايه، لا خلص امتحاناتك، خلص دراستك وبعدين في اي مجال والله. لكن رحاب احكي لنا البدايه كانت معاك ازاي؟ البدايه من الصغر برضو في المدرسه وكده، في المعهد انا ازهريه. وبعدين على السوشيال ميديا يعني، انا عامله صفحه باسمي لحاب شاهين وقناه يوتيوب برضو. ابتدى الموضوع ينتشر يعني، والناس تعرفني اكتر. بسجل فيديوهات في البيت، ودلوقتي بقى يعني اكثر احترافا يعني في استوديوهات. كنت بتحبي تسمعي مين؟ نصر الدين طوبار. نصر الدين طوبار طبعا، والنقشبندي برضو، وام كلثوم، وغيرهم، الشيخ طه الفاشني، محمد الفقير. طبعا مصر ليها مدرسه رائده من بدايه بقى الشيخ علي محمود، وده اللي نقل الموضوع كله، مش بس مصر، ده للعالم العربي كله. ف يعني ساره برضو قولي لي، هل لقيتي صعوبات في الموضوع، التحق بموضوع الانشاد الديني؟ اكيد طبعا كان في صعوبات، والحمد لله يعني. بس انا برضو كنت بسمع يعني، اسمع الانشاد وبسمع المشايخ، الشيخ برضو النقشبندي والشيخ محمد عمران. وطبعا بسجل برضو في البيت والحمد لله يعني. الاء البدايه كانت ازاي؟ انشاد، هو انا من وانا صغيره انا بغني. بس حبيت بقى لما كبرت شويه وتعرفت على زمايلي ان انا اتجه للانشاد. ما لقيتوش اصعب؟ هو اكيد هو زي ما اي قالت كده، حوار الوقت وكل الكلام ده ومع الدراسه. لا مش فكره الظروف يعني، امكانيات الصوت نفسها. الانشاد نفسه اصعب. انا بغني غربي اصلا، فالانشاد بالنسبه لي لسه اللي هو مش قد كده، بس اللي هو انا بتعلم انه هو انا اصلا منضم معايا، ولو انا عشان اسمع مش بسمع كتير. فبالتالي اللي هو طب ايه، اقترحوا عليا حاجات اسمعها في البيت، فاللي هو انا صوتي اصلا غربي. فبس بحاول بقى معاهم كده ان انا ايه، اتقل في الشرق شويه واتعلم الانشاد. ما شاء الله، برافو عليكم كلكم يعني، انا بحييكم والله. والاء بما انك مؤسسه الفرقه، قولي لنا كده. ايه يعني بما انك مؤسسه الفرقه، هتسمعينا ايه؟ احنا هنقول جماعي كلنا مظبطين البرنامج بتاعنا، هنبدا الى رحاب اليثرب ان شاء الله. الله عليك. الى رحاب اليثرب، الله الله، الى ضياء الموكب، الله الله، الى الزكي الطيب، الى الكبرى للعباد، سعيا إلى نور النبي الهادي، والرحمة الكبرى للعباد، ومن يعادي الله فليعادي صبرا جميلا يا أخ الجهاد. إلى رحاب اليثرب، الله الله، إلى ضياء الموكب، الله الله، إلى الزكي الطيب، إلى النبي، إلى النبي، هيا بنا إلى النبي، هيا بنا إلى النبي، نفر بالروح من الضلال، وغير وجه الحق لا نبالي، نفر بالروح من الضلال، وغير وجه الحق لا نبالي، فهونوا لله كل غالي من جيرة وصحبة وأهالي. إلى رحاب اليثرب، الله الله، إلى ضياء الموكب، الله الله، إلى الزكي الطيب، إلى النبي، إلى النبي، هيا بنا إلى النبي، هيا بنا ربنا. أنت الأحد
باسمك الجمع اتحد وعدك الحق وهذا يومنا والجد جد سال الفجر القريب من دجى الليل العصيب وبأيدينا سنرمي ويد الله تصيب هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة وإن تحداها عدو راح في أظلم هو كلنا يبغي شهادة في يقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة كلنا يبغي شهادة في يقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة انتصارا أو شهادة انتصارا أو شهادة هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة وإن تحداها عدو راح في أظلم هو هذه الأمة قوة وإن تحداها عدو وإن تحداها عدو إلى ضياء الموكب إلى رحاب يثرب إلى ضياء الموكب إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله الأول بحييكم على التو لايرز اللي اتعملت في الآخر التداخل اللي اتعمل في الآخر كان رائع ومتنفذ هايل يعني لكن كلميني شوية على الدف رحاب يعني التميز في الشق ده برضو إنه برضو مرأة هي اللي تشتغل بيه بالظبط وإحنا يعني كنا بنجيب الأول برضو معانا عازفين إيقاع وكده بيبقى الموضوع يعني مكلف مكلف وساعات بيبقى فيه استغلال وكده هو ده كان الدافع اصلا وساعات ما بيبقاش برضو في امكانيه ان انا عايزاك دلوقتي فهو مش فاضي او من محافظات اخرى وكده فده يعني مجهود ذاتي يعني انا شفت فيديوهات يوتيوب وكده لسه بفكر اروح مكان اكاديمي يعني لسه اول مره بننفذ اصلا ده اللي هو قلنا حتى هنجيب بعد كده كلنا دخول ان شاء الله وهنتعلم عليها واحده واحده ونشتغل نخدم نفسنا بنفسنا طب انت بتحبي الانشاد الحر ولا بتحبي من خلال الموسيقى لا عادي ده ليه شغله وده ليه شغل ما عنديش مشكله ايهم اصعب بالنسبه لك لا هو تمام ما دام الودن كويسه وما دام احنا بنحفظ كويس فما فيش مشكله وطالما انت متمرسه عليه كمان أيوة هو الاصعب والمتميز السمع. اكتر ان انا اغني من غير موسيقى انا اسلم نفسي الطبقات واعمل كل ده بنفسي فده تميز جدا طبعا ده اللي بيميز الانشاد كمان عن الغنى اللي هو ممكن المنشد يلحن وينشد مع نفسه يرتجل بقى هو ومع نفسه طيب سمعونا ايه طالما أشكو غرام يلا بينا أدر ذكرى من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي أدر ذكرى من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سامعي من أحب وإن بطيف منام لا لا بطيف منام طالما الشهور منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهور
الجدود وأرى بابها سلام يا ذاك الجدود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي سراج الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. طالما أشكو حسنت ظني يا سامي العود، فيك قد حسنت ظني يا سامي العود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو قبل الماني جد لي بوصل يا حبيبي قبل الماني. خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة لا نسمع هلا البدروبة على طول. هلا البدروبة يلا. نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان يا زرع الريحان
تزرع الريحان، لا تزرع الريحان لست مقيم. هل للبدر جميل في بهاء يا بشرى برسول الله، هل للبدر جميل في بهاء يا بشرى برسول الله، محلى جماله محلى ضياء، محلى جماله محلى ضياء. امدح نبينا وصلي عليه، الله الله، يديني كل الرضا حواليه، الله الله. امدح نبينا رسول الله، الله الله، امر حبيبه بطاعة الله، الله الله. نبينا رسول الله، امر حبيبه بطاعه الله، واللي قطع ربه يا هنا، واللي قطع ربه يا هنا. هذه السعد ورضا مولاه، هذه السعد ورضا مولاه. بشرى برسول الله، هل الهلال يا محلى جماله، هل الهلال يا محلى جماله، محلى جماله محلى ضياء، محلى جماله محلى ضياء. هل البدر ونور ونور، واللي يشوفه بسرعة يكبر. غنوا معايا، قولوا معايا، غنوا معايا، قولوا معايا، قولوا معايا. الله أكبر، نور النبي من بشكركم. ومش عارفه اهو الناس كلها بتحييكم والله في الاستوديو، ما شاء الله عليكم، ربنا يزيدكم من فضله يا رب. وايه انا بشكرك شكرا جزيلا، الاء بشكرك، رحاب، ساره نورتونا. معلش هنطلع بس اذنك يا طهري، هنطلع على المس كفاح عشان انا حابه اسمعها جدا. نختم بيها. طب ما كنا ختمنا بكمرون كمرون زي ما تحب. انا بحب المس كفاح بصراحه. هي اول حاجه انا بعديها بترتيب قعدتي. يلا بينا. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا ابا الزهراء. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور
الله الله يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة هز الهلال يا أبا الزهراء هز الهلال يا أبا الزهراء حقق لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول. فقرة تخصصية جدا في الساحرة المستديرة وشق مهم جدا محير ناس كتير قوي هو التحكيم. التحكيم أخباره إيه لحد دلوقتي؟ مش بتكلم في الدوري بس، بنتكلم في حاجات كتيرة جدا منها تقنية الفار، منها تشكيل لجنة الحكام اللي عليه جدل. تعالوا نقترب من كل هذه الموضوعات من ضيفنا الكريم واللي شرفنا المرة اللي فاتت وكنا بنتكلم في قضية مهمة جدا بالنسبة له، هو إن هو اعتزل التحكيم. النهاردة هو بيحل علينا ضيفا وهو محاضر في التحكيم. كابتن طبعا الحكم المصري الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح والمحاضر التحكيمي الحالي، حاجه تلخبط شويه. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك. مبروك الاول، النقله وهذه الخطوه كانت مهمه بالنسبه لك. اكيد، الحمد لله. الحمد لله ربنا. حصلت ازاي؟ احكي لنا كده. كان في شويه مشاكل كده بتحصل في الاخر. كان في مشاكل مع اللجنه اللي كانت موجوده بقياده كابتن وجيه احمد. وجي كابتن عصام عبد الفتاح. وبصراحه الراجل يعني طلب مني ان انا اكون موجود وقال لي لا عندك استعداد تاخد المجال الجديد ده؟ قلت له طبعا. قال لي فانضميت للكورس بتاع الفيفا المحاضرين وخدت الكورس وبقيت محاضر دلوقتي طبعا، وكابتن عصام فتح اختارني ضمن الكورس. طيب نبتدي بتشكيل لجنه الحكام. نبتدي بتشكيل لجنه الحكام. تعليقك عليه ايه؟ لا ليه تعليقات؟ محير ناس كتير قوي. ليه تعليقات كتير عليه، مش تعليق واحد. واحد، اولا هروح للاعلان اللي تم من خلال الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره اعلن قال ان هو اعتقد احنا معانا يا جماعه صوره لتشكيل اللجنه. لو ما تطلع الناس هتتوضح اكتر. اتحاد الكوره قال ان هو اعتمد خطه التطوير، ده تشكيل اللجنه. هنلاقي فيه اداره فنيه. ايوه. اداره فار. اداره حكام. مفيش قوام لجنه حكام رئيسيه كالمعتاد. أو طبقا للائحة. المفترض إن لجنة الحكام بيبقى فيها لجنة حكام رئيسية مكونة من رئيس أو نائب رئيس وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية. فالكلام ده لما هنشوفه في التشكيل مش موجود زي ما هو متوضح على الشاشة. موجود إدارة فنية، محدش عارف مين إدارة، مين عضو لجنة حكام، مين اللجنة اللي هي بتحط الاستراتيجيات. طب ما جايز ده تشكيل عام وبعدين الحاجات اللي هي التخصصية تحديد التخصصات دي بتبقى في الداخل. مش ده المعتاد في التحكيم. تحديد، لان هندي على سبيل المثال القائمه الدوليه. ايوه. مين اللي هيختار القائمه الدوليه؟ هل ال 19 واحد اللي معلن اسمائهم؟ مش منطقي. الطبيعي ان لجنه الحكام الرئيسيه هي اللي بتبقى صاحبه القرار وصاحبه اللي بتحط الخطط والاستراتيجيات لكل الادارات المنبثقه منها او اللجان المنبثقه منها واللجان الحكام الفرعيه. فالكلام ده لقيناه زي ما حضرتك شايفه كده مش واضح. هروح لنقطة تانية مهمة برضو. يعني مثلا ده تشكيل لجنة حكام فرعية. هنلاقي فيه رئيس، فيه مدير لجنة الحكام، فيه أعضاء. والمناطق. والمناطق. الطبيعي إن اللجنة الرئيسية هي بيبقى فيها نفس التشكيل وده منبثق منها. الكلام ده مش موجود. وده داخل فيه الدنيا مش واضحة. هروح برضو لإدارة الفار، ودي إدارة مهمة جدا. تقنية الفيديو. هنلاقي في اسم في الاخر، اسم الكابتن هشام صلاح. الكابتن هشام صلاح ده المفترض ان هو كان موجود في اللجنه قبل كده واسمه موجود. والكابتن هشام صلاح مش محاضر ومش معاه رخصه محاضر فار ان هو يكون محاضر للحكام. والمحاضر بتاع اللي بيدخل تقنيه الفيديو او اداره تقنيه الفيديو لازم يكون معاه رخصه فار محاضر. هنروح للاداره الفنيه. لا استنى، هو ده ينفع؟ ما هو ما ينفعش. ما هو ده اللي احنا بنقوله. هو موجود في اداره الفار. ده غير ان عايز اقول لك على حاجه جميله قوي، 70% من الحكام. أيوه. ما تعرفش شكل الكابتن هشام صلاح. ما يعرفوش شكله، ما يعرفوش، هو ما بيتواجدش حتى معانا في المعسكرات يعني. في اول اسم بعد الكابتن عصام عبد الفتاح هنلاقي اسم الكابتن تامر دري. ايوه. الكابتن تامر دري ده لسه جاي من تونس
تم اختياره من الاتحاد الدولي لكرة القدم عشان يحاضر حكام تونس ويدربهم على تقنية الفيديو، لأن تونس هتبقى من السنة الجاية عندها تقنية الفيديو. فالكابتن تامر دري بره إدارة تقنية الفيديو أو إدارة أصلاً. الفار. فهنا المشكلة. مين مدير لجنة حكام اللجنة الرئيسية زي المناطق الفرعية؟ مش موجود، لأن يعني المنصب ده تقريبا بيبقى بمثابة رمانة الميزان في لجنة الحكام، لأن كل الأمور الإدارية بتعدي من عنده. مش موجود. وعلى فكرة إدارة الحكام هنلاقي فيها أسماء موظفين عاملين داخل اتحاد الكورة، طبعا ليهم كل الاحترام، ولكن مش من الطبيعي إن أنا أعلن تشكيل لجنة حكام في الموظفين. ما هو الموظف ده ممكن يبقى النهاردة في إدارة الحكام وبكرة يبقى في مكان تاني. ما ده طبيعي لأن هو موظف الاتحاد. لا بس هو فكره اعلانه عن اداره الحكام ده معناه في اداره الحكام ده معناه ان هو يعني هيشتغل معانا في الاداره دي. ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم في الامور الفنيه الثانيه، يعني بتكلم زي كابتن تامر دري. ده الراجل ده بره اداره الفار، والراجل ده كان لسه الاتحاد الدولي اختاره يكون هو اللي يروح يدرب حكام من بره مصر خالص. طب انت وجهه نظرك ليه التشكيل جيب المنظر ده؟ ليه في ناس غير مؤهله حسب كلامك؟ يعني ليه الموضوع؟ وهل لجنه الحكام يعني مش قادره تفك الطلاسم دي مثلا، او الحاجات دي غايبه عنها؟ اعتقد ان هم يعني بما فيهم الخبرات كلها اللي موجوده والثقل اللي موجود كله في سنين العمر كلها بالنسبه للتحكيم. انا السؤال ده هساله لهم هم، انتوا ليه قبلتوا ده؟ طب وجهه يعني نظرك انت، تحليلك ايه للموضوع؟ تحليل انا؟ عايزين نبقى موجودين. عايزين نبقى موجودين خلاص، بس انا لما اكون ابقى موجود بقيمتي. يعني او في المكان اللي انا. يعني انت تقصد من كلامك ان في مجاملات؟ طبعا. يعني تحديدا اسم الكابتن هشام صلاح ده موجود في تشكيل لجنه الحكام مجامله. كابتن هشام صلاح واحنا حكام او انا حكم تحديدا، انا عمري ما شفته. طبعا لكابتن هشام صلاح له وطبعا حق الرد اكيد، وكابتن عصام ليه حق الرد، وكابتن عصام طبعا. فده مش منطقي. في جزئيه ثانيه مهمه جدا، اتحاد الكرة أعلن إن هو اعتمد خطة تطوير التحكيم. طيب حضرتك أعلنت خطة تطوير التحكيم، الطبيعي من حقك تعلن الخطة، ولكن قل لي إيه هي أهداف الخطة دي؟ ده كابتن عصام اتحاد الكرة، اتحاد الكرة اللي أعلن. هو قال إحنا اعتمدنا خطة التطوير. طيب باعتبار رئيس اللجنة يعني هو المفروض بالظبط. طب إيه هي أهداف الخطة؟ يعني نقول اعتمدنا، عايز هيعلنها فين يعني الرأي العام؟ أنا لما أقول ما أنا هروح لجزئية مهمة، لما أقول أنا أعلنت خطة تطوير التحكيم أهو أهي معانا الخطة. هقول إن أنا الخطة التطوير دي تستهدف 1 2 3. المفترض إن هي تعلن، ولكن طالما أنا اعتمدت خطة التطوير يبقى أنا كان لازم أكون محدد ميزانية لخطة التطوير دي. وده مش متحدد. أصل الخبر اللي إحنا قارينه ده ما فيهوش تفاصيل. لكن الحاجات اللي هي الداخليه، موضوع ان انا حددت ميزانيه او لا، دي من شان الاداره. اثبت لي كلامي؟ يعني. اثبت لي كلامي. اتحاد الكوره اعلن قبل ما يعلن تشكيل لجنه الحكام، اعلن الغاء مراقبي الحكام. ليه؟ قال عشان ترشيدا للنفقات. فالقرارات متضاربه. يعني انا النهارده بعلن ان انا بعلن خطه التطوير وبلغي مراقب الحكام. مراقب الحكام ده على فكره من اساسيات تطوير الحكام، لان هو بيبقى موجود معاه في الملعب، بيوجهه، بيشوف اخطائه، بيكتب فيه تقرير فني، بيكتب التقرير وعلى فكره ومن ضمن الاسباب اللي قالوا عليها في القرار ده، قالوا طالما في فار فخلاص ملوش لازمه المراقب. ده الكلام ده موجود في الخبر اللي تم اعلانه. الفار على فكره ملوش علاقه بال ده حاجه وده حاجه، طقم الفيديو على فكره هو جزء من طقم المباراه، يعني برضه بيتم تقييمه ايضا. الفيديو مش ما بيكونش مقيم على الحكم اللي في الملعب. طيب عشان انا دايما بحب اخد يعني ايه جانب الطرف اللي هو مش موجود، يعني الى ان اذا اراد يعني الى ان يريد الطرف ان هو مثلا يرد او ما شابه. لكن خليني اسالك، هل في مشاكل بينك وبين اعضاء لجنه الحكام دلوقتي؟ خالص، كلهم اصحابي. بس انا في الشغل بقول رايي. انت حابب تشير لنقاط معينه. وانا بقوله لهم مباشره على فكره. طيب تعيين بعض الافراد في الحكام طبعا الفار غير مؤهلين في المباريات وتغييرهم بعد كده. تعيينات الحكام تحديدا دي من الموضوعات اللي اثيرت الفتره الاخيره. ده بعد اعلان تشكيل لجنه الحكام على طول لقينا في مباراه تم تعيين فيها حكم اسمه احمد حامد فهيم. على فكره هو حكم كويس جدا ومن الحكام الواعدين، ولكن هو مش حاصل على رخصه الفار. ايوه.
ولحد الساعة 11 الصبح يوم المباراة الحكم موجود وتم لما تداركوا الخطأ. ده التعيينة الأولانية كانت في مباراة الجيش وحلوان العام في دور ال 32 في كأس مصر. تم تغيير الحكم وجي مكانه أحمد ناجي. أحمد ناجي برضو من الحكام المتميزين وده مؤهل للفار مع رخصة فار مع رخصة. لكن هل من المنطقي إن أنا تشكيل لجنة فيه 19 واحد وأول عمل ليا أو أول بقى خطوة ليا أول طلعة إن أنا أول طلعة بالظبط كده أعمل تعيينة غلط بالشكل ده؟ فأنت الدنيا فيها مش عايز يعني مش لاقي لفظة أوصف أسامي الحكام بتتكرر؟ بتتكرر بشكل ملفت للنظر وبشكل أصبح يعني خليني أخد أنا بقى سكة الحكام زي ما أنت سكة الطرف الثاني بالظبط بشكل مستفز للحكام. إزاي؟ إزاي؟ يعني النهارده في حكم يغلط ويغلط تاني ويغلط تالت وموجود وزميله قاعد بيتفرج عليه، زميله اللي هو ما خدش الفرصة أصلاً والاثنين حاصلين على رخصة الفار. والكلام ده موجود ومعلن عند الناس كلها. فبنشوف أخطاء بتتكرر. من لو هنتكلم بقى على التطوير لا أنا لازم بقى تعالى أقف معاك أنت في أخطاء يعني مثلا على سبيل المثال ده خطا والخطا ده على فكره كارثي وكان لازم يجب فتح تحقيق في الواقعه دي. دي مباراه الزمالك وسموحه وده كان هدف للزمالك. في خط بعد تسجيل الهدف الفار شيك على الهدف ده 5 دقائق. شايف الخط الاحمر ده؟ الخط الاحمر ده معناه الخط الاحمر الاوفسايد. الاوفسايد معناه ان الهدف تسلل. تمام. في صوره ثانيه بقى نشوف الصوره الثانيه هتلاقي خط ازرق. الخط الازرق ده معناه ان الهدف سليم. الصورتين دول طلعوا في لقطه واحده في مباراه واحده. الحكم الفيديو طلع قرارين هدف وتسلل في لقطه واحده. طب نمر يا جماعه سريعا كده على الصور برضو كابتن صلاح يقول لنا تعليقه عليها. دي برضو كانت خطا في مباراه الزمالك سوري دي كانت المقاولين وفريق الاتصالات برضه في دور 32 في كاس مصر. ده ضرب في الوش خشونه متعمده ده بوكس في الوش. واللاعب على فكره نزف دم. معانا صوره ثانيه حكم الفيديو لم يتدخل اهي. هنا في نزيف. حكم الفيديو لم يتدخل وحكم الساحه ما احتسبش اي خطا وتم الاستئناف في اللعبه دي بركله ركنيه. هو هنا فين لجنة الحكام بقى؟ وشفنا الحكام تحديدا حكم الفيديو ده. انا مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يفتكر لكن حكم الفيديو ده تاني يوم كان بيلعب مباراة في القسم الثاني يعني على نفس الملعب. طيب عشان ده ربما يكون ده يعني ايه اجابة مسبقة اللي انا كنت هسأله لك. انا كنت هسألك يعني ممكن يكون الحساب في الغرف المغلقة مش شرط ان هم يعلنوا عنه. الحكم لعب تاني يوم على نفس الملعب مباراة في القسم الثاني وهو عامل وضروري يكون العقاب او الحساب في ساعتها. هو مفيش عقاب مبدئي. يعني من اللي انا بشوفه من التعيينات ومن الاخطاء اللي بتحصل مفيش عقاب. طب وزمايلك بيقولوا لك ان في محاسبه؟ طبعا ما احنا بنتكلم. لا مين محاسبه؟ مفيش محاسبه. مفيش محاسبه. لا 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 مفيش اللي هي المحاضرات اللي كانت بتتعمل ومعرفه الغلط والصح والكلام ده هي المحاضرات بتتعمل لكن مش بشكل منتظم. مش معموله بشكل منتظم ولكن انا لما يحصل عندي خطا بالشكل ده انا لازم اعمل وقفه مع الحكم. نعم. على الاقل بستدعيه هو اقول له تعالى او ببلغه انت هتريح شويه اسبوع اتنين على حسب يعني على حسب قوه الخطا. طيب على كل الاحوال انا بعيد مره اخرى انه حق الرد مكفول كابتن عصام عبد الفتاح. اي عضو من الاعضاء حابب ان هو يرد اهلا وسهلا بيه معانا في برنامجنا 8 الصبح. بشكرك كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم السابق المعتزل والمحاضر التحكيم الحالي. بشكرك نورتنا وبصراحه يعني ما ينفعش بصراحه نلم كل موضوعات التحكيم في حلقه واحده فاوعدنا بحلقه قريبه ان شاء الله نستطرد فيها في كلامنا وايضا نكون اخذنا كمان رد من لجنه الحكام على هذه الاخطاء. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من 8 الصبح. يتجدد لقائنا بكره ان شاء الله وحلقه جديده في امان الله.